وحتى النخب في الجزائر مفكرين مش كان الشعب أنه المغرب يخوف، المغرب ما خلناش نتعداو على المحيط الأطلسي باش نبيعوا الغازنا، المغرب عنده معناتها امبرياليزم، معناتها عنده هيمنة ويحب يتوسع لأنه مملكة سلطان، سلطان مراكش. دورة 28 الاتحاد الإفريقي بعد 33 سنة من الغياب، المغرب الأقصى يعود إلى الاتحاد. محمد، هولندا القمة اللي صارت هذه صار فيها حدث اللي هو انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي. التمثيل التونسي كان في مستوى وزير الخارجية، وبعد إذا تحب معناها نرجع صحيح نحكيو على المغرب، وبارك الله فيك لأنك اخترت الموضوع هذا، لأنه احنا في إعلامنا مغرقين في المحلية وكأنه احنا سرة العالم، فما حد شيء يصير من حولنا. المغرب رجع مش صدفة، رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي هو تتويج للسياسة انتهجها الملك محمد السادس منذ سنة 2000، وهذه رؤية استراتيجية على محاور. ما نشفش نطول، فما الجانب السياسي والدبلوماسية السياسية. المغرب عندها 24 سفارة في دول إفريقية جنوب الصحراء. ثم الجانب الثاني اللي هو الدبلوماسية الدينية أو الروحية، ما ننساوش أنه ملك المغرب هو أمير المؤمنين. اثنين، فما حركة التصوف الموجودة في المغرب، وتاريخيا الجغرافيا أعطت هالامتداد هذا الروحي للمغرب في الدول الإفريقية، لأنه كان جزء كبير من الفتوحات الإسلامية ينطلق من المغرب، ونفهموا علاش معناه ملك المغرب يقابل يعني قيادات روحية دينية في دول إفريقية. نضيف أكثر من هيك، ثم معهد محمد السادس لتكوين المرشدين والمرشدات بجامعة القرويين بالرباط. الطلبة اللي يقرأوا في المعهد هذا من مالي، من تونس، من غينيا، من الكوت ديفوار، ومن فرنسا. المغرب عمل الاتفاقية سنة 2013 مع دولة مالي لتكوين 500 إمام في المغرب، والملك محمد السادس تقابل مع قادة الطريقة التيجانية والطريقة القادرية، هم زطرق صوفية موجودين في المغرب وموجودين في مالي. الجانب الرابع هو الدبلوماسية الثقافية. في المغرب ثم مهرجان اسمه مهرجان خريبقة للسينما الإفريقية. هذا مهرجان يرجع العام 77، وتونس كانت يعني والسينمائيين التونسة كانوا من أول ومن المؤسسين للمهرجان هذا. الدورة 20 من 9 ل 16 سبتمبر 2017. احنا نعرفوش وقتاش مهرجاناتنا اللي مش تنتظم بسنا وقتاش، هما يعرفوا. أنا حضرت مهرجان خريبقة سنة 2014، وريتش معناها الحضور الإفريقي والحفاوة اللي يلقاوها السينمائيين الأفارقة في المغرب. احنا كي يجيو السينمائيين الأفارقة من دول جنوب الصحراء يلقى روحه غريب، حتى وسائل الإعلام ما تهتمش بهم، احنا وسائل الإعلام يفركس على النجم المصري والنجمة اللبنانية. الدبلوماسية أخرى والنقطة الخامسة هي الدبلوماسية الأمنية. اليوم أكثر من دولة إفريقية الأمن رؤسائها تأمنوا المغرب. نعطيك مثال، دولة الجابون منذ كان علي بانجو الأب كان الأمن متاعه هو مغربي، اليوم ابنه نفس الشيء. دولة مثل غينيا الاستوائية، سامحني في العبارة، هي تقريبا محمية مغربية، أمن رئيس الجمهورية عندهم اللي يمكن من 30 سنة يرأس الدولة هذه، تأمنوا المغرب. ثم سياسة اتصالية، محمد السادس بعد ما حضر القمة في أديس أبيبا مشى لجنوب السودان. علاش مشى لجنوب السودان؟ اولا كان فما ضغط انه تجربه جنوب السودان هي مساله تقرير المصير، كانوا يعتبروها موديل كما صار في جنوب السودان تصير بالنسبه لتقرير المصير في بوليزاريو. هو مشى وين معناه فما هذيك يعني اليد اللي توجعوا، مشى لهم، مشى لجنوب السودان، زار مستشفيات ميدانيه عاملتها المغرب. شنو هو لابس؟ لابس الثوب التقليدي نتاع جنوب افريقيا. أكثر من هكا، المغرب تمول دراسة لإنشاء عاصمة جديدة لجنوب أفريقيا بقيمة تبلغ أكثر من 5 مليون دولار. هذه المغرب شو قال؟ مش مسألة متاع أنه حك راسه وقرر أنه يرجع للاتحاد الإفريقي، رجع للاتحاد الإفريقي، لكن قبل هذا أنه المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في إفريقيا بعد إفريقيا الجنوبية. حجم الاستثمارات جنوب الصحراء بالنسبة للمغرب تتجاوز
50% من حجم الاستثمارات المغربية في الخارج. نختم بنقطة تتعلق بمطار الدار البيضاء. وقت اللي واحد يقارن بمطار تونس قرطاج ومطار الدار البيضاء قلبه يوجع. مطار الدار البيضاء هو المطار الرابع في إفريقيا من حيث يعني الأكثر استعمالا، نلقاو قبله مطار جوهانسبورغ، القاهرة وكاب تاون. سنويا وهذه أرقام 2014 7,970,000 مسافر مطار تونس قرطاج في المرتبة العاشرة.